سلم منى يلا خلها لمها يلا، سلم احمد يلا خلى لمها يلا. اليوم حلقه القرقيعان مع منى، بلشنا مشترى. والله يا حلات محلات القرقيعان هني بالمباركين، ما ادري ليش منى يعني لازم ناخذ القرقيعان من شوي. نحاول اقنع الو منى، انا هني بالمباركيه، ايش رايك اجيب لكم القرقعان؟ خلاص على راحتك ما دام مصر على شوي. خلاص كيف اوكي يلا. اليوم أنا في مكان وايد حلو، في طبعاً كاكاو وحلا وبفاك ويعني كل الأنواع اللي يحبهم قلبكم. طبعاً بالأول كانوا يأخذون هالأشياء هذه بالجملة ويسوون لهم مثلاً في زبيل كذي، يسوون لهم قرقيعان حتى يوزعون حق الناس أثناء لما يوني يقرقعون عندهم في البيت. اختلفت وايد الحين العادات من ناحية القرقيعان، صار كل واحد يحتفل بالشكل المناسب اللي هو يبي، يعني ممكن زفة مع مطرب مطربة، حتى قاموا يتفنتقون بالملابس، قاموا يتفنتقون حتى بشكل القرقيعان وتقديمها، طبعا عكس وفرق عن الأول. لكن هم احنا نحب نقول اللي ما له أول ما له ثاني، واحنا نحب شغل أول، لازم الناس تشوف شغل أول. تابعوني. هو تقليد سنوي ومناسبة يحتفل بها في معظم بلدان الخليج العربي، إضافة إلى عدد من الدول الإسلامية بمنتصف شهر رمضان خلال ليالي 13، 14 و15 من ذات الشهر. عندكم حتى هالفوانيس، يعني حتى لو مثلاً على العلبة أو على كيسة القرقيعان، حسب كل وحدة شلون حابة تسوي قرقيعان لعيالها. بصراحة أنا هنيهم الأمهات، لأن أكيد عليهم أفكار غريبة عجيبة. هيقول إن رمضاننا طبعاً هالسنة شوية بالصيف، نعم راح نتبرد. شوف الحين طبعا هم في انواع معينه من الكاكاو، هذا الحين وحديث، هذا هم حديث. ها تتذكرون السطل؟ أكيد كاكاو بنجوم ما يبي له كلام. لو بتلاحظون من الفنادق الحلوة عندكم، ها يعني هذه كيسة القرقيعان هذا الشكل، والقرقيعان ينحط هني متسكر طبعا من تحت. هم هذا فنتق جديد ما شاء الله تبارك الرحمن، أحب اللي يفكر. أطلق على هذه الليلة العديد من المسميات، فمنها القرقيعان والقرقيعانة والكريكعان والناصفة، الكريكشون والقرقشون والقرقعون والقرنقعو والقرنقشو، مع اختلاف التسميات من منطقة لأخرى. ما شاء الله تبارك الرحمن، كلهم يجون ياخذون بالجمله صح؟ اي جمله، كلهم يجون جمله. هذه هم من الاشياء الجديده. جام حجمين فيه. خلينا نجرب هاي، هم ناخذها. يلا هم ناخذ هذه. في صغير في كبير. لا خلينا على هذا الحجم، لانه ما شاء الله عيالنا وايد. بعد عندنا. اوكي، عطنا اياهم. خليني اشوفهم هناك. لا.
أنا أتذكر قبل يدتي الله يرحمها كانت تخيط لنا أكياس القرقيعان ويا الدراعة، ومن أهم الأشياء اللي كانت تحط بالقرقيعان هذا الكاكاو، كاكاو الطيبين. يلا لا كاكاو الطيبين لازم أخذه وياي. كل واحدة حابة مثلاً تاخذ لها يعني حلو معين، كاكاو بسكوت اي شغلات مثل هذه، يعني ممكن هي تكونها وتحطها وين؟ في البوكس حسب الرغبة. ليش حطوا لكم بالجملة حتى تختارون؟ طبعا هم ما يحتاج، هذا قديم ما راح ينحط ويا القرقعان، هذا كذي الموكل على طرف. يا الله هم اخذه وياي. هم هذه من الأشياء القديمة. لا لا هذه بعد من الأشياء القديمة الحلوة، وأنا شكلي بعد من الأشياء القديمة. الله. وبعد شنو فيه؟ في الجلي أعتقد، الجلي الجلي من الصغار تقريبا، وهذه هم بعد من الأشياء القديمة وتنحط. أنا أتذكر اللي على يعني حسب مواليدي، يعني أتذكر شنو اللي فيه وما فيه. أنا ومن كبري بس يعني شوية لحقت أشياء في السابق. من يتذكر الحلاوة اللي على قلب الحب؟ لا لا. يا الله كله حب بحب. ولهني احنا وصلنا وياكم للنهاية، لأن لازم إذا باخذ شيء أخذ التركيز حتى بالنهاية أطلع لي فايدة حلوة، وأسوي قرقيعان حق اللي خال وقرقيعان حق اللي بي ويقرقع ويانا. عسى الله يحفظكم. قرقيعان وقرقيعان بيتك صير والميضان، عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. يعطيكم العافية، نلتقي فيكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. منى تشرت للقرقعان والحين جاهزة تستقبلكم في البيت.